حدثنا وكيع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. حدثنا عفان حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا لا يأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد.